زوجتي عايزة تروح فرح، زوجتي عايزة تلبس بنطلون، زوجتي عايزة تخرج بالمكياج، وأنا رافض. هل من حقي أمنعها ولا مش من حقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب. فيديو جديد. لازم الأزواج كلهم يعرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش كفاية إن الزوج يتوقف عند الوعظ والإرشاد، ما ينفعش بس يقول لها يا ستي لا خالص، الحاجة دي حرام، الحاجة دي لازم تعمليها عشان فرض. مش بس كده، ده هو عنده القوامة، ومن مقتضيات القوامة اللي هو يلزمها بفعل الواجب أو ترك الحرام. بعض الأزواج يقول لك أنا بنصح. لا، أنت تنصح صاحبك، لكن زوجتك تلزم لو هي هتعمل شيء فيه مخالفة للشرع. دي القاعدة. حبت تروح فرح، الفرح ده شكله ازاي؟ فرح فيه مخالفات وفيه تبرج وفيه دي جي وفيه رقص وفيه الحاجات اللي بنشوفها. طبعا لازم 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 تمنعها من الذهاب الى الفرح. طب اصل هتزعل، اصل مش عارف ايه. عشان كده احنا بنقول يا جماعة اختاروا البنت الملتزمة من الاول عشان ما يحصلش هذه المهاترات، لان ده انت هتسأل عن ذلك. هي راحت خد الذنب، انت كمان هتاخد ذنب لو انت ما قمتش بدورك في الانكار عليها. فالامر خطير جدا. اصل دي قريبتها، اصل دي صاحبتها، ممكن تروح لها زياره، ممكن اي حل تاني. انما مدام دي اتاكدنا ان فيها مخالفه شرعيه، يا زوج من واجباتك انك تصلح دين زوجتك، ومن ذلك اللي انت تامرها بالمعروف وتنهى عن المنكر. عارف الموضوع ده ممكن بيبقى فيه مشادات، ولكن المفروض النقط على الحروف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول عن زوجتك وبناتك. بنات الناس انت مش مسؤول عنهم، انما دول انت قيم عليهم، لازم تلزمهم بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه. لكن في النهايه لازم لا يقع في الاخطاء اللي انت هتتحاسب عليها بمقتضى قوامتك عليهم. هتخرج ببنطلون فيه تشبه بالرجال وفيه تبرج وفيه بيبقى ضيق، وبالتالي لا يجوز. لازم تحط نقط على الحروف. الست عايزه تخرج بمكياج، المكياج من التبرج والتبرج حرام. يبقى من حق الزوج، طبعا من حق الزوج. والزوجه لو خلفت تبقى ناشز، عاصت امر زوجها في شيء هو من المعروف ولا شك. والزوج لو وافق وكبر دماغه ونفض يبقى هو آثم. يا عم انا ما عملتش حاجه. ايوه، عشان انت مسؤول عنها. يبقى لازم الزوج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.